تست كوره. يلا. حكم نهائي كاس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا كان مين؟ فرنسا كرواتيا كان الارجنتيني مش فاكر اسمه ايه. طب انا هقول لك اول اسم منه وتقول لي اسم باباه. اوكي. نيستر فيكتور. نو بتانا. اوكي ايوه مظبوط. ده لعب الافتتاح والنهائي. خلاص يبقى نديله ده. مباراه شهيره لجمال الغندور حكمها في كاس العالم 2002. كانت بين مين ومين؟ اسبانيا وكوريا، وحصلت فيها مشكله بسبب مساعد الحكم رقم 2. صح اكيد صح. ماشي حلو برضو صح. حكم مباراه مصر وغانا في نهائي كاس الامم الافريقيه 2010. الله يسامحك. الله يخليك. هو ده؟ لا هو ده مش اسمه بالكامل، ده اسمه الاولاني. 2010 20 سنة سنة من بنين. مالي هسألها لك. مالي. مش عارف. مالي كومان كولوبالي على نفس الوزن. كولوبالي. صح صح صح. برافو. انت جبتها منين؟ لا دي جميل. مين كان حارس مرمى منتخب ايطاليا في مونديال قطر الاخير؟ ايه مش عارف. مونديال قطر الاخير. ايطاليا ما راحتش. صح. ايطاليا ما راحتش كاس عالم. صح. ايوه كده. برافو. ايوه كده يا جماعه. اخر سؤال في تست الكوره بقى. مين هم حراس مرمى منتخب مصر الثلاثه في كاس امم افريقيا 98 في بوركينا فاسو؟ سهلين جدا. يلا. عصام الحضري، نادر السيد، مش هنجيبه، طارق سليمان. لا استنى استنى. بسم الله. مصطفى كمال. لا ليك اخر محاوله. ابو واحد لا احمد صابر. والله جميل احمد والله. الحمد لله. الحمد لله. بيحبك يا حبيبي. رايح تحكم ماتش مهم، حصل لك ظرف ولازم تعين فورا بديل ليك وعلى مسؤوليتك. هتختار مين؟ توفيق السيد. بتحكم ماتش اهلي وزمالك، خدت قرار معين وفي لاعب جاي من ورا من بعيد بيزعق وبيعترض، مين اول لاعب حالا جه في بالك؟ ممكن يكون احمد اياب مالك. جايزة الالتزام داخل الملعب هتديها لمين خلال مشوارك ال 26 سنة تحكيم؟ عبد الشافي. جايزة أفضل حكم في تاريخ مصر؟ محمود عثمان. ده الحكم. لقيت آلة زمن هترجعك لوقت فات عشان تغير حاجة في الماضي، تحب ترجع لإمتى وهتغير إيه؟ والله أصعب سؤال ده يا أحمد. يعني كنت أتمنى يعني إن شاء الله تصفيات كأس عالم 2018، كان الواحد يهتم شوية باللياقة البدنية أعلى. نفس آلة الزمن هتقدمك سنين قدام، تحب تقدمك لسنة كام وتحب وقتها تكون فين؟ 2030 إن شاء الله بإذن الله. يعني بعد كم سنة كده؟ 8 سنين كده ولا 6 سنين. هتكون فين؟ هكون بحج تاني إن شاء الله. انت ذكي. راجع من شغلك زهقان وهتشغل التلفزيون عايز تتفرج على فيلم بتحبه، الفيلم ده هيكون ايه؟ فيفا زلاطة بتاع فؤاد المهندس. روعة. والاغنية بتاعته حلوة قوي، جميلة. ماشي بعربيتك وزهقان شوية وعايز اغنية تفك المود، هتشغل اغنية ايه؟ عامر منيب جيت على بالي من كام يوم. ما تديني كوبليه كده يا كابتن منى. انا اغني؟ صعب قوي يا احمد. طب اتكلمها، قولها كده كلمتها. جيت على بالي كده من كام يوم، مش عارف ايه هي حلوه يعني. قلت اما اسال فينك. شكرا يا كابتن. شكرا.